لحسين في ناس بتقول انه خروج بياعين من مناطق شعبية ويروحوا وسط البلد خدوا معاهم بعض القيم السلبية في الأماكن الشعبية دي وسبغوا بيها وسط البلد. ايه القيم بقى السلبية اللي حضرتك بتقول بيها؟ الى حد ما زي ما بيقولوا يعني اتفضل. عنف شوية، بلطجة شوية، تلوث سمعي وبصري في وسط البلد، انت رأيك ايه؟ البياع بيتخانق ما بيتخانقش الا لما بيكون بقى ايه غصب يا رب، واحد سرق حاجة، واحد عجز كلمه. عم حسين انت راضي عن الاضرار اللي حصلت في وسط البلد بالشكل ده؟ عاجبك الشكل ده المنظر ده؟ لا المنظر ده مش عاجبني، المنظر يكون حضاري عالج المشكله، ما افضلش اقول عليك وحش وحش لحد ما اخليك وحش. طب ما انت بدل ما انت وحش ما انا اخليك كويس. الفرشة هي واقفة اهي، الناس واقفة فيها. طب واقف حد فيها؟ نعم واقف فيها. المكان اللي فيه الفرشة بياخده ازاي؟ لا ما هدي من زمن ما فيش حاجة اسمها بياخده ازاي. القرب المكاني للوكالة وبولاء خلى حركة التجارة والفرش يتنقل واحدة واحدة لوسط البلد؟ بس هي زادت بعد الصلاة. ما انت صلى على النبي. ليه زادت بعد الصلاة؟ اقول لك ليه، لان ما كانش فيه حكم وجاي تحسب البياع ليه برش كل ده؟ ما هو ما فيش بياعين الجائلين في وسط البلد سدوا على المحلات اللي هي بتاعت زمان اللي كنا بنشوفها. لا يا حبيبي قلبي، المحلات اللي واقفه دي كلها كل محل واقف قدامه بياع تبعه. هل في يوم من الايام ممكن ترجع وسط البلد زي ما هي كانت زمان ايام ما كنا بنشوفها في الافلام القديمه؟ طبعا بس ما تنساش الناس زادت. النهارده بتتكلم ب 90 مليون او 94 مليون، النهارده الاوتوبيس كده، الميكروباص كده، الناس زادت. المساحات اللي مقطوعه من الشارع دي مأثره على المرور يا عم حسين. ماشي. انت وانت واقف وشايف الناس مثلا ممكن تتعطل. ماشي. او انت بذاتك تتعطل. هو دلوقتي صلى على النبي، ادي ميكروباص واقف، هو مش معطل المكان؟ معطل. الفرشه ديت واخده الرصيف فينا سليم؟ يا عم اديني انت مكان متر في متر وانا اسيب لك الفرشه ديت، بس انام في وسط عيالي مرتاح. اكتب لي رخصه وحسسني ان انا مرتاح. هترضى انت بمتر في متر بدل المساحه دي؟ بكفايه ان انا انام في وسط بيتي مرتاح وعندي ابن واقف على الفرشه ولقى مستقبله، عارف اللي هو فيه تاني يوم فيه اكل عيش. بتتعاملوا ازاي مع البلديه والتنظيم في وسط البلد؟ البلديه مش قوي عشان طبعا الثوره والكلام دوت، والظباط بتاعه البلديه حاسه دلوقتي يقول لك انا عارف انا لو شلتك انت كده هتتشرد.